استاذ احمد اسماعيل، اهلا وسهلا بحضرتك. سمعنا ان الجلسه اترفعت للمداوله، عايزين نعرف ايه مجريات المحاكمه اللي حصلت النهارده. هو والله بسم الله الرحمن الرحيم، هو الجلسه بدات والمحامي الزميل قال للقاضي لرئيس المحكمه احنا في دفع عايزين ندفع بيه، شدنا حصل مشاده بين هيئه المحكمه وهيئه الدفاع. القاضي رفع الجلسه، طلب اثنين محامين من الطرف المسلم واثنين محامين من الطرف المسيحي، دخلوا المهم اتكلموا مع بعض، رجعوا ابتدت الجلسه، استأنفت الجلسه. قال المحامي الدفع بتاعه بعدم دستوريه امر الاحاله لمحكمه امن الدوله، وقال اسباب عدم الدستوريه ايه. والنهارده وسمعنا واحد من الشهود اللي هو العميد فايز دون، وقال شهادته، وقال انتقل للواقع بعد بلاغ جاله من في العمليات من الجيش من النيابه العسكريه، وانتقل بناء على كده لامبابه، وهو في شهادته ان هو اتحفظ على ياسين، وان هم وان عادل لبيب ده اول من اطلق النار على المسلمين، والمسلمين تبدوا اطلاق النار معاه. وقعدنا المحامين قعدنا نساله ورفع القاضي الجلسه. طب انت قلت لي ان في اتنين القاضي طلب اتنين من المحامين بتوع المسلمين، طرف المسلم. طب مين الطرف المسلم؟ عايزين نعرف مين المحامين اللي طلبهم. اسماعيل دخل والاستاذ ثاني زميل كده بس مش عارف. طب تعرف حد من عايزين نعرف احداث المحاكمه كانت النهارده ايه؟ المحكمه النهارده عقدت، وكان في بدايه المحكمه كان في عدم ساعه صدر من رئيس المحكمه لدفاع، لان الدفاع ادى دفع عدم دستوريه اضطراب الاله لمحكمه الامن الدولي العليا طوارئ لعيوب في قانون الطوارئ وعدم قانونيته. ثم بعد ذلك رفعت الجلسه بنفاذ واضحه من رئيس المحكمه، ثم استمع للدفاع في المداوله، واعيدت المحكمه مره ثانيه، واستمع للدفع بعدم الدستوريه، ثم استمع للشاهد الاول العميد فايز اللي هو رئيس محكمه السجن في الجيزه. والعميد فايز قال اتكلم عن انه في بلاغ جه للقوات المسلحه ان في واحده محتجزه بمسكن بجانب كنيسه مرمينا، فانتقلت مبحث الجنائي للجيزه لمكان الواقعه، وقابلت ياسين اللي هو زوج عبير، وابلغهم انه جاله تليفون من عبير ان هي محتجزه باحدى المساكن. وفي اثناء ذلك وجدوا تجمر مجموعه من المسلمين عند احد المساجد، وفوجئوا بتجمر اخر من مجموعه من المسيحيين رددوا صيحات وهتافات عدائيه فرد عليهم المسلمين. واثناء ذلك فوجئوا باطلاق اعيره ناريه من المدعو عادل لبيب، وانقلب الموقف كله الى انفجار وفتنه وتبادل اطلاق النار واحداث عنف. هل تجد ان هناك تعنت مقصود من رئيس المحكمه؟ لا لا لا، بس يعني هو حسب ضغط عليه من القضيه وعدم سعه صدر يعني. ثم رفعت الجلسه واستمعت المحكمه للشاهد الثاني العميد عرفه حمزه في المداوله، واكد نفس الكلام اللي سبق قاله العميد فايز. لكن في نقطه مهمه جدا عايز اقولها، اني انا سالت العميد فايز سؤالين مهمين جدا عن هل المتهم ياسين المتهم الاول ارتكب خطا قانوني يستوجب القبض عليه لحظه مقابلتك ليه او لحظه استحقاقك ليه؟ قال لا، لم يرتكب اي خطا قانوني، احنا استحقنا بس التحرير محضر باقواله وبلاغه. سالته سؤال ثاني مهم جدا عن المتهم ابو يحيى، هل وجدته في موقع الحدث او سمعت باسم موقع الحدث؟ نفى تماما اي علاقه بالحدث. وانا بقول المساله مهمه جدا ليه؟ لان هم موجودين بتهمه التجمر امام الكنيسه، فشهاده المشاهدين الاولين في القضيه اكدوا عدم وجودهم مطلقا، عدم صلاتهم بالتجمر مطلقا، فبالتالي وجوده في قرار اتهام وجود معيب جدا، واصله ما يكون خارج قفص الاتهام. طب الجلسه اتاجلت لحد يوم كده؟ يوم 12 ان شاء الله. مش شكرا.